الحديث عن الصيدلة يجرنا إلى ما نواجهه الآن في مصر والعالم من خطر، زي ما قلت في المقدمة، يهدد البشرية بأكملها. أيوة. فيروس كورونا. قداستك، اعتبرت كورونا انذار من الله للإنسان؟ أنا بقرأ اللي أنا يعني كلمات حضرتك اللي في إحدى المجلات، مجلة الكرازة على ما أعتقد. إنذار من الله للإنسان الذي غرق في عبادة ذاته وشهواته. هذا التفسير اللي حضرتك قدستك يعني قدمته يتفق مع تفسيرات أخرى قدموه رجال دين من ديانات أخرى في كل أنحاء العالم. طيب، إزاي نفسر للإنسان البسيط لو سأل وهو شايف إنه هذا الوباء حصد أرواح آلاف البشر؟ بالتأكيد فيهم ناس أبرياء، فيهم ناس يعني لم ينساقوا في وراء ملذاتهم وشهواتهم، يعني إزاي نفسر له؟ إيه حكمة ربنا إنه يعاقب الجميع؟ أولا كلمة العقاب أنا مش برتاح لي، لكن أنا هقول لحضرتك في رؤيتي يعني إن انتشار هذا الوباء وفي هذا الزمان يعني رسالة لها جانبين. الجانب الأول إن الله بيذكر الإنسان أنك كائن ضعيف. الإنسان اتكبر في نفسه، الإنسان شاف نفسه كأنه إله، وكبرياء الإنسان ده هو جاي من إنجازاته، من أعماله، من اختراعاته، من اكتشافاته، كيف ما يكون. والصورة دي صورة يعني خطيرة، ان الانسان يكبر في عينين نفسه. وطبعا كل ما بيكبر في عينين نفسه بينسى الخالق. انا مرة من المرات، الكلام ده من حوالي 18 سنة، مرة كنت في دولة اوروبية وبزورهم وقاعد ويا شباب اوروبيين مش مصريين، فوقفت بنت قالت لي وانا احتاج ربنا في ايه؟ قلت لها الله الخالق، فقالت لي ده انا بتك على زرار النور يجي النور، انا عايز ربنا في ايه؟ شوف المعنى. طبعا كانت اول مره اواجه فكر بهذه الصوره. فاول جانب من الرساله، انت ايها الانسان كائن ضعيف، خد بالك من نفسك. الجانب الاخر ان الله بيوقظ البشر، بيقول له اصحى اصحى، انت نايم، نايم على علاقتك بيا، نايم على الحياة الطيبة، الحياة النقية، الحياة المستقيمة، اصحى فوق. عارف حضرتك لما بيجي نصحي واحد نايم مثلا، فلان اصحى يقوم، وفي واحد تاني بتعمل عمليات صعبة عشان يقدر يقوم، يعني شيء افتح الشباك، شيل الغطاء، ما فيش مانع تكب مية ساقعة، الاعمال الغريبة اللي بتحصل عشان يفوق. ربنا حب الإنسان يفوق. في آية في الكتاب المقدس بتقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. فكأن كورونا دي بتقول الإنسان اربح نفسك قبل ما تضيع. ما تنساش إن كل واحد فينا له نفس واحدة، وكل واحد هيقف قدام ربنا ويقدم حسابه وكالته حسب مسؤولياته اللي كانت في الحياة. فإذا ما كانش الإنسان ينتبه ويصحى، هو ده يعني نعمة من عند ربنا، اصحى أيها الإنسان. يعني أفهم كده أنه هذه الأزمات وهذه المحن هي فرصة للعودة إلى ربنا، فرصة للعودة، فرصة للتوبة، فرصة لنقاوة القلب، فرصة لمراجعة الأولويات. هل يعني هناك حكمة أنه كل فترة والتانية تيجي رسالة بهذا المعنى؟ هو في بيدرسوا في علوم الإنسان حاجة اسمها الكوارثية المحدودة. الكوارثية كارثة بس يبقى محدودة. بيقولوا أن دي وسيلة الله ربما بينظم بها شيء. يعني مثلا من الحاجات الجميلة أن البيئة اتجددت. الشواطئ لما صوروها من الجو طلع ألوانها الجميلة المية، فده برضو يعني رحمة بالبيئة.